مساء الفل عليكم يا اجمل ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بس جاي فيديو سريع كده اقول لكم انا ما كنتش بنزل فيديوهات ليه، وليه ما كنتش بطلع بث مباشر؟ لانه في ناس كتير ابتدت تبعت لي على الانستجرام وتقول لي ليه ما فيش فيديوهات بتنزل على القناه، وليه محتوى القناه اتغير، وليه الناس ابتدت يعني تسحب اشتراكاتها من على القناه الفتره اللي فاتت. حرفيا انا نفسيا كنت متدمر جدا، وان شاء الله هشرح لكم دلوقتي ايه المشكله اللي كانت على القناه، ولحد الان هي المشكله ما اتحلتش، بس انا طلعت اوضح لانه الناس فاكره ان اللي يخش يقول لي القناه هي اتسرقت ولا ايه، اللي يقول لي مثلا ما بقتش تنزل فيديوهات ليه. وانا لان انا كنت منزل فيديو اللي هو الفيديو ده كان العنوان بتاعه انا هقفل القناه ومش هعمل فيديوهات تاني، فعلا كنت محبط لانه القناه كان عليها مشاكل كتير طبعا، لانه انا كان عندي يعني بعض الاخطاء الحمد لله اتعلمت منها، بس ما زالت المشاكل موجوده وانا مش عارف حلها. اول مشكله هو انذار بانتهاك حقوق الطبع والنشر. هقول لكم بالظبط جه منين. هنخش على تخصيص القناه، تمام؟ هيجي لي طبعا اللوحه دي، هخش على اول حاجه لوحه البيانات زي ما انتم شايفين قدامكم كده، تمام؟ المربع ده مخالفات القناة. المفروض كل قناة على اليوتيوب بيبقى ليها 3 انذارات، ولو ال3 انذارات دول جم ورا بعض او انت عملت مخالفات 3 مرات على القناة وجالك بيهم انذار بانتهاك حقوق الطبع والنشر، القناة بتاعت حضرتك بتتقفل. فهنا بيقول لي ايه؟ هناك انذار واحد بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر. طب لو جينا دخلنا عليه، لقد طلب مننا مالك حقوق الطبع والنشر ازالة الفيديو الخاص بك لاعتقاده انه يتضمن مواد انتهاك حقوق الطبع والنشر الخاصة به. طب جاي هنا يقول لي ايه؟ تاريخ تلقي الانذار 23 اكتوبر 2020، تاريخ انتهاء صلاحية الانذار 21 يناير. طب الانذار ده اتسبب بايه؟ يعني اتسبب في ايه عندي على القناة هنا، وايه الاذى اللي انا شفته من الانذار ده؟ طبعا سبب ان انا خدت الانذار ده وان انا المخالفه دي جات لي على القناه ان انا كان في مباراه كره قدم للنادي الاهلي، انا عملتها بث مباشر عندي هنا على القناه، وطبعا ده مش من حقي وانا ما كنتش اعرف ده. فجالي انذار من بين سبورت، هتقول لي تمت ازاله المحتوى من قبل بين سبورت. فبيقول لي هنا الاجراءات ايه؟ لو انا قلت اشعار مضاد، ارسال اشعار مضاد، هيدخلني بقى في قضية، وفعلا ممكن اخش في قضية، وده حقيقي ممكن يحصل لانه انا اخدت حاجة مش من حقي وبقاوح كمان. لكن اول واحدة التواصل مع المدعي، تمام؟ هنا جاي لك الايميل بتاع المدعي اللي هو صاحب الفيديو ده اللي انا اخدته عندي ونشرته بث مباشر على القناة، وده مش من حقي طبعا لان هو مالك حقوق الطبع والنشر. فلو انا عايز اتواصل معاه واحل الموضوع معاه ودي طبعا متاح، يعني هو هنا اليوتيوب سامح لك بالميزه دي، بيديك الايميل بتاعه بحيث ان انتوا يعني ان الطرفين يراسلوا بعض ويحاولوا يحلوا المشكله دي ودي. بس هنا المشكله كلها ان طالما الانذار جالك، حتى لو انت حاولت تحل المشكله دي الموضوع بياخد وقت طويل جدا ورخم، فانا ما حبيتش ان انا اعمل اي خطوه من الاثنين دول، وقلت استنى لحد ما المخالفه تتشال لوحدها وارجع ان انا اعمل بث مباشر زي الاول وابتدي ان انا انتظر. تاني حاجه انا عندي مشكله يا جماعه في القناه هنا، ان انا المشاهدات عندي متجمده، يعني انا عندي فيديوهات جايبه فيوز حلوه قوي، منهم فيديو مش مكمل دقيقه كده ليا كنت بهني فيه النادي الاهلي، يعني اللي هو الفيديو ده ثواني اوريه لكم، اللي هو الفيديو ده داخل في 9000 مشاهده. فطبعا المشاهدات دي كلها مش محسوبه عندي هنا على القناه ومش عارف ليه بالظبط، فبحاول ان انا احل المشكله دي واحاول ان انا اوصل لحد مصدر ثقه طبعا وحد يكون فاهم في الموضوع ده اكتر مني يحل المشكله دي، لانه انا حرفيا انا متضايق، نفسي اقدم لكم محتوى حلو قوي وعندي افكار حلوه جدا وعندي فيديوهات محضره ليكم حلوه جدا جدا، بس هي الفكره كلها ان زي ما قلت لكم عندي مخالفه على القناه هنا وعندي مشاهدات مش شغاله، يعني المشاهدات عندي متجمده، طبعا
دي اي حد عنده شانل يوتيوب اكيد دي حاجة تضايقه، ان انا بعمل فيديوهات عشان يجيلي مشاهدات وابتدي ان القناة تكبر والمشتركين يزيدوا والقناة تتفعل والكلام ده كله، وخصوصا واحد زي القناة بتاعته اتفعلت مرتين وحصل عليها مخالفات والتفعيل وقف والاعلانات وقفت، فطبعا دي حاجة مضايقاني جدا جدا. بس ما زلت يعني عندي امل ان شاء الله ان القناة ترجع زي الاول واحسن، وان شاء الله انا يعني قريب جدا من المشكلة دي تتحل. فاتمنى من الناس اللي سحبت اشتراكاتها من القناة ترجع تاني وتشترك في القناة، وانا ان شاء الله من اللحظة دي هتلاقوا فيديوهات يومية بتنزل على القناة، وان شاء الله الجميع كلهم اللي بيتفرجوا عليا يستفادوا من الفيديوهات دي. وشكرا لدعمكم الكبير، وشكرا للناس المحترمة اللي عندي على القناة هنا، وانتوا كلكم اخواتي، انتوا مش فانز ليا ولا انتوا مجرد مشتركين عندي على القناة، انتوا بجد من غيركم انا عمر ما هيبقى عندي امل 1% ان انا اكمل وانجح على اليوتيوب. شكرا ليكم، ان شاء الله استنوا فيديوهات قنبلة الفترة اللي جاية.